حياك السلام عليكم. الله يبارك فيك. ما احنا بسم الله. السلام عليكم. احنا هل يجوز ان نصلي على الميت اللي ما بصليش؟ طبعا اذا كان ما هو تارك الصلاة جحودا، الذي يجحد الصلاة فقط يكفر. اما مش صحيح انه اللي بترك الصلاة كسلا بكفر. اللي بترك الصلاة كسلا بيرتكب كبيرة من الكبائر ولكن لا يكفر، وان كان في المذهب الحنبلي بكفروه، بس الارجح عند العلماء ان الذي يترك الصلاة كسلا مع اعترافه بانه مقصر هذا لا يكفر ولا يخرج من الدين، وبالتالي يصلى عليه. طبعا بعدين بسأل هل تجوز الصلاة على الميت اللي بيعمل في حكومة علمانية؟ ما هو شو بيشتغل في الحكومة العلمانية؟ بيشتغل مجرد موظف؟ ما هي معظم المعلمين كانوا يشتغلوا عند اسرائيل. اما اذا القصد بيشتغل في اجهزة من اجهزة البطش فبيكون اداة من ادوات الظالم، هذه اما ان تكون احيانا معصية واحيانا في بعض الحالات تكون كفر حسب الحالة حسب الحالة. بس الان تفصيلاتها اوب 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 طيب بالنسبة للجزائر موضوع من المواضيع اللي ممكن نتحدث فيها. اولا قبل ما تصير انتخابات في الجزائر تم الحد من صلاحيات البرلمان، مش الان في انتخابات مشان البرلمان في الجزائر؟ قبل ما يعملوا الانتخابات في الدستور اللي عملوه جديد حدوا من صلاحيات هذا البرلمان، وبالتالي اصبح يعني الجماعة مطوقين المسألة من جهات مختلفة. على مستوى رئيس الدولة عندهم صار في انتخابات وله صلاحيات اوسع، البرلمان جعلوا صلاحياته اقل. مع ذلك الحزب اللي بيمثل الدولة واللي ما قالوش ظاهر على السطح قال 3 أشهر قال بيجيب 155 مقعد من اصل 380. وكما تسمعوا الان في الاخبار انه كان التزوير على نطاق واسع، وهذا اشي مفروغ منه، مع انه البرلمان حدد من صلاحياته في الجزائر، الا انه كمان التزوير على نطاق واسع. هذه اللعبة لعبة البرلمان في الجزائر او في غير الجزائر، هذه الحكومات العلمانية المتسلطة على رقاب الناس في اكثر من بلد عربي واسلامي بتحاول تستخدم الانتخابات كوسيلة لإطالة عمرها. اما هم يتلاعبون بالامور وفق مزاجهم. حسين كمثال لما شاف انه الاسلاميين بيفوزوا في الانتخابات طلع ببدعة الصوت الواحد اللي اقترحتها عليه وقتها امريكا اقترحت عليه فكرة الصوت الواحد، ومع ذلك بيحاول يلتف بطريقة او باخرى، واخرها قانون الصحافة الجديد اللي بده يكمم افواه الناس بحيث ما تستطيع ان تكتب لا عن الملك ولا عن الوزراء ولا عن المخابرات ولا عن فساد الدولة وايش بتعمل ولا عن البيع الاراضي في الاردن لاسرائيل، بفصلوا القوانين زي ما بدهم. ولذلك في الجزائر على فكرة مش راح يختلف شيء، بل بالعكس راح تزيد الاعمال العسكرية عنف بعد الانتخابات، مش راح تحل هذه الانتخابات اشي اطلاقا. مش راح تحل، راح تكون سبب لزيادة الاعمال العسكرية، ومنها مثلا جبهة الانقاذ من زمان ما اعلنتش عن عملية عسكرية. جبهة الانقاذ اليوم اعلنت عن عملية عسكرية انه نفذت عشية الانتخابات وقتلت مجموعة من الجنود واستشهد منهم 3، واضح؟ فاذا هذه لعبة الانتخابات بفصلوها على قدهم بس. ثم التزوير، انتم سمعتوا الان انه التزوير على قدم وساق كان في الجزائر، لذلك مش راح يكون لهذه الانتخابات قيمة. الان لاحظتوا امريكا، انا لفت انتباهي في تعقيب امريكا على انتخابات الجزائر شو قالت؟ قال حيت
الشعب الجزائري على شجاعته خصوصا النساء. قال خصوصا النساء. طب ما هن النساء هن اللي انتخبن جبهة الانقاذ، ما هن في الجزائر طول عمرهم بنتخبن النسوان، ولما النساء ادلين باصواتهن انتخبن جبهة الانقاذ الاسلامية، وهلكت بتحييهن امريكا ليش؟ شوف بيحاولوا يدخلوا عن طريق المرأة، يعني بدهم يعمل، بتصوروا هم انه نسواننا راح يصيرن داعرات مثل كثير من الامريكيات؟ شو هي المرأة الامريكية ليش؟ شو هي المرأة؟ لا يكون المرأة الامريكية بتعرف اشي اسمه عفة، لا يكون المرأة الامريكية بتخونش جوزها، بدهم نسواننا يصبحن داعرات مثل الغربيات اللي انتم بتعرفوا انه العفة عند الغربيات ما ندر. نسائنا مش راح يكونن داعرات كالنساء الامريكيات لما بتيجي امريكا تقول نحيي الجزائريات لانهن تحدين قالوا راح ننتخبن. ها؟ طب بالعكس الجزائريات والجزائريين اذا بنتخبوا بحرية هم انتخبوا جبهة الانقاذ الاسلامية، واللي بيحصل الان في الجزائر هو مؤامرة تدور بين الحكومة وامريكا وفرنسا، على فكرة في صراع برضو بين فرنسا وامريكا في داخل الجزائر. على اي حال باختصار ما اظن انه يتغير شيء في الجزائر الا زيادة الاعمال العسكرية بعد هذه الانتخابات. هذولا جماعة جواسيس مش ممكن ينزلوا عن السلطة الا بالقوة، سواء كان في الاردن سواء كان في الجزائر سواء كان في تونس سواء كان في مصر، جواسيس ما بتسقط عن السلطة بسهولة، وبتلونوا وبيحاولوا يخدعونا بشكليات، بيحاولوا يخدعونا بشكليات. شو؟ ها؟ لأنه في أسئلة كثير تكررت. هارون بالنسبة للي سأل سؤال قوله يا ابن أم، هارون كان أخو موسى من أمه. هارون عليه السلام كان أخو موسى عليه السلام من أمه. طيب قلنا الاسئله اللي وما بصيرش فعلا نمررها بدون حديث عن حرب حزيران. قضيه حرب حزيران قضيه طويله، ولكن خلينا ابتداء نمسك مصر، بعدين شويه الاردن، وبعدين شويه سوريا بالنسبه لحرب حزيران. اولا لعلمكم انه العسكر في مصر في هيئة العمليات الحربية في مصر سنة 1966 قدمت دراسة للحكومة المصرية بتقولها اياكم انكم تتورطوا بحرب من هون لسنين. هيئة العمليات الحربية في مصر سنة 1966 عملت دراسة على القوة الإسرائيلية والقوة المصرية وقدمت نصيحة للحكومة المصرية بتقول لهم إياكم إنكم تخوضوا حرب لمدة سنين مع إسرائيل. طيب الغريب إنه بعد أقل من سنة بنجد الحكومة المصرية بتأمر قوات الرقابة الدولية في سيناء، ما هو كان في سيناء قوات دولية بتحجز بين اليهود والمصريين، أمرت الحكومة المصرية هذه القوات بالانسحاب. هاي أول نقطة خطيرة. ليش؟ معناته مقبلين على حرب. العسكر مش مستوعبين احنا مقدمين للحكومة المصرية اياكم تتورطوا في حرب. رئيس مصر في وقتها شو كان يقول؟ اسرائيل لن تخوض حرب. العسكريين يقولوا ايش هذا؟ هذه مقامرة، نلعب قمار احنا؟ احنا منقول منخوض حرب، منقوم منسحب القوات الدولية من سيناء وبنقول انه مش ممكن اسرائيل تحارب. بعدين اتطورت المسألة فاغلقت مضائق تيران
لم عارفين شو يعني اغلقت بضائع قطيران في شرم الشيخ؟ معناته الان ميناء العقبة او ايلات اللي بسموه ايلات اغلق على اسرائيل، وهذا طبعا دوليا بحق لاسرائيل ان تعلن حرب. ورئيس الحكومة المصرية شو بيقول؟ او رئيس الجمهورية شو بيقول؟ لن. العسكر مش فاهمين. طب إلنا عشرات الألوف من الجيوش من الجيش المصري المحترف، عشرات الألوف من الجيش المصري المحترف موجودين في اليمن، وحتى لو بدنا نخوض حرب بنسترجع جنودنا المحترفين من اليمن ومنجيبهم ومنهيئ للحرب. الجيش المصري المحترف في القتال موجود في اليمن، وبنتورط في مثل هيك خطوات، ويأتي رئيس الجمهورية ويقول لن تخوض إسرائيل حرب؟ إيه؟ وبتغلق مضائق تيران؟ إغلاق مضائق تيران يعني أصبح إيلات ما له قيمة. العسكر كما قلت استغربوا هذا الكلام واعتبروا هذه مقامرة وإشي مش مفهوم، لأنه نصائح العسكر لا لا. طيب لاحظوا الآن، وقالوا لهم بعدين قالوا لهم حتى لو بدكم تخوضوا حرب ما تغلقوش مضائق تيران، لانه بعد ما تكون الجبهة 250 كيلو بتصفي 500 كيلو بده ينتشر الجيش. وفعلا نقل الجيش المحترف، الجيش المصري المحترف نقل الى منطقة شرم الشيخ، واما الخط الدفاع الاول فوضعوا فيه احتياط، جيش مصر احتياط لا يعرف المنطقة ومش محترف، لذلك من اول ضربة روح. شو هذا؟ شو هذا؟ بتنقل الجيش المحترف من 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 الخطوط الاماميه، بتجيب محله احتياط، وبتغلق مضائق تيران وبتودي المحترفين على مضائق تيران، والجيش المحترف موجود في اليمن كمان، وبدك تقاتل بالاحتياط، تقاتل اسرائيل، ومقدمين لك العسكر من اول بيقولوا لك اياك تخوض حرب. الطيارين شو قالوا؟ الطيارين قالوا للحكومة شوفي اذا كان بدكم تضربوا، اذا كان بده يكون في حرب خلينا احنا نضرب اول ما نستنى الضربة. برضو قال لهم رئيس الجمهورية اسرائيل لن تحارب. ولعلمكم لما ضربت اسرائيل في صباح 5/6 304 طائرات دمروا وهن قاعدات في المطارات، 304 طائرات تدمرن على الارض، 85% من سلاح الجو تدمر هو قاعد، مع ان الطيارين المصريين كانين قايلين كنصيحة اذا كان لابد خلينا احنا نسبق بالضرب. اما المخابرات المصرية اللي كانت تطارد وراء الاسلاميين، على فكرة في 1966 اعدموا اسلاميين، وفي 1966 في ليلة واحدة 17,000 اسلامي اعتقلوا، في ليلة واحدة 17,000 في ليلة واحدة، في الوقت اللي المخابرات المصرية مشغولة في مطاردة الاسلاميين في مصر. لما اعطت الحكومة المصرية عن موازين القوى قالوا له اعطوهم تقارير كاذبة عن موازين القوى بين اسرائيل ومصر، ولما اجبتهم يعطوهم تقارير عن الطائرات الاسرائيلية شو قالوا لهم؟ قالوا لهم مدى الطائرات المصرية لا تصل الى الضفة الغربية من القناة، يعني لما بدها تيجي من النقب لحد ما عندهاش قدرة الطائرات الاسرائيلية تضرب في الضفة الغربية من القناة. وطبعا كل هذا كلام طلع كذب، المخابرات شوفوا العسكريين كانوا صادقين، الطيارين صادقين، المخابرة المصرية اعطت غير شكل. وبالتالي الان هذه مسألة طويلة عريضة نخوض في 67 وشو قصتها. اما حسين فكان مختلف مع عبد الناصر اختلاف طويل عريض، عارفين شو عمل قبل 67؟ ومش قالوا انه الضربة مفاجئة؟ قيادة الضفة الغربية، قيادة الضفة الغربية كانت في بيت ايل هنا،
قيادة الضفة الغربية في بيت إيل اللي اتخذتها إسرائيل برضو قيادة الضفة الغربية في بيت إيل، سحبوا عيالهم وسحبوا مواشيهم. ولعلمكم كانت تيجي عشرات الألوف بل مئات أحيانا من الأغنام والجمال ترعى في الشمال، تأكل زرع الناس، تأكل زرع الناس. مرات قبل ما يكونوا الناس حاصدين ينزلوا غنماتهم، عكف الفايز والجماعة هذولا ينزلوا غنماتهم ويأكلوا مزروعات الناس في الشمال. وكنت تجد الجمال بالمئات والآلاف، والغنم كذلك. سحبوا الغنم وسحبوا الجمال قبل، لأنه في شهر ستة مش أول ستة مش وقتها تسحب جمالك والغنمات. وهون عائلاتهم رحلت، ولكم أنتم عارفين معناته في حرب، عارفين في حرب، ورحلوا العائلات وجابوا المتطوعين، حطوهم في الخط الأمامي متطوعين، يعني بتقنوش شيء. قالوا صاروا يقولوا للناس اللي بده يتطوع، وراحت تسجل هالناس، تسجل هالناس مشان تتطوع، قال بقيادة حسين. ماشي الآن واضح المؤامرة، تم سحب برضو القوات من الضفة الغربية، وشواهد انه خيانة كثيرة جدا. والناس هون في رام الله وهم يسمعوا صوت المدفعية الأردنية تقصف القدس الغربية، وقصف قصف قصف قصف. لما خلصت المعركة وراحوا الناس تفرجوا، فيش اشي مهدم، فيش اشي مهدم في, 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 في القدس الغربية. اللي مهدم بس اللي مهدم، اللي تهدم في 48. اما سوريا او قبل سوريا بشوي، شوفوا مش بلفور اعطى وعده سنة 1917، مش بلفور اعطى وعده 1918 1918، فيصل اللي هو اخو عبد الله يعني اخو سيده الحسين اعطى وعد لاسرائيل باليهود لوطن قومي في فلسطين، وعد بلفور سنة 17. انتم بس بتلوموا بلفور، ها البريطاني. سنة 1918 نص وعد فيصل اللي هو اخو عبد الله، عبد الله سيد الملك. مش وقتها، هذه طعن في الاعراض. قصيد حسين اخو مين؟ فيصل. فيصل هذا اعطى، وكان وقتها الحسين بن علي موجود، اعطى وعد بوطن قومي لليهود في فلسطين. ولذلك بتلاحظوا سنة 48 لما اجتمعوا في غزة الفلسطينيين، سنة 48 في اخر 48 شهر 12 لما اجتمعوا في غزة الفلسطينيين واعلنوا قيام حكومة فلسطينية، حكومة عموم فلسطين بتكون غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، الدول العربية اللي كانت وقتها داخل جامعة الدول العربية، لانه كثير دول عربية ما كانتش مستقلة وقتها، الدول اللي كانت قال مستقلة، هو انو دولة عربية مستقلة لحد الان؟ يعني تقريبا شيك المستقلة من الدول العربية اعترفت بحكومة عموم فلسطين، واصبحت حكومة عموم فلسطين عضو في جامعة الدول العربية. عارفين انو اللي رفض؟ عبد الله في الاردن وفيصل في العراق، رفضوا يعترفوا بهالدولة. ومش بس هيك، وعبد الله ابقى جيوشه هون وطرد من الجامعة العربية لمدة سنة او سنتين اذا بذكر منيح، مش يعني كنت وقتها انا، طرد سنة او سنتين، اظن سنتين طرد من الجامعة الدول العربية نتيجة ضمه للضفة الغربية بالقوة، ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وطرد من الجامعة العربية لمدة سنتين عبد الله، قبل ما الامور خلاص صارت امر واقع. وبعدين اجى حفيده ووضح انه كان المقصود
انه يحافظ عبد الله على الضفة الغربية حتى يتم تسليمها لاسرائيل. وفي هناك شواهد كثيرة من ضمنها بعض الضباط الشرطة بقول اجوا يوم علينا عبد الله، شو بقول لنا؟ يا اولادي هذه البلاد مش إلنا، افهموا هاي البلاد مش إلنا. هذا بقصد مين؟ الضفة الغربية. اكبر المشاكل اللي بتواجه الناس في الضفة الشرقية على فكرة انه اليهود قاعدين بيشتروا بالالاف. يعني صارت الان قضية الضفة الشرقية زي قضية فلسطين في العشرينات والثلاثينات. الان بيعانوا من انه اليهود قاعدين بيشتروا بحماية حسين. ليش حسين الان حريص انهم اليهود يشتروا في الضفة الشرقية؟ قال وبتقول الجرايد انه سلم اسماء سماسرة للسلطة، مسلم حسين للسلطة اسماء سماسرة باعوا لليهود. طب ما انت اللي بتبيع. انتبهتوا الاساليب؟ مش قريتوا في الجريدة كم سمسار مسلم اسماءهم؟ 330 ولا 300؟ 310. مسلم حسين قال اسماء 310 سماسرة للسلطة. طب انت بدل ما تسلم للسلطة ليش بتبيع اليهود في شرق الاردن قاعد؟ ليش اصدرت قانون بالقوة في البرلمان انه اليهود بحق لهم يشتروا؟ طب ليش بدك تعمل سلام؟ بدك افترض بدك تعمل سلام مع اسرائيل، فهمنا كثير دول بينها سلام، كثير دول على فكرة بتقبلش اي واحد بحملش جنسيتها انه يتملك في ارضها، ما له علاقة بالسلام هذا الوضع. ليش هو باطح حتى اخذ قرار من البرلمان الخائن انه يشتروا اليهود في الضفة الشرقية لهم الحق يتملكوا؟ ها الفلسطيني ملوش حق، الغزاوي ملوش حق، الغزاوي ملوش حق يشتري في الضفة الشرقية، اليهودي له حق، بيسلم اسماء السماسرة قال اللي بايعين هون. واقولكم هو كل هذا كلام غير صحيح بشكل عام، كل هذا لعب بيجوز مشان يقولوا بعدين انه والله يا عمي والله اليهود مشتريين. وانا اللي هذه النغمة اللي بسمعها من الناس مش صحيح، اليهود مش مستنيين يشتروا، هم لما طردوا الناس من فلسطين لا يكون باقيين مشتريينها. ما هم اليهود اصلا مع كل ما اشتروه وكل ما ساعدتهم عليه بريطانيا ما زادتش نسبة الاراضي اللي لهم سنة 48 على 6%، 6% فقط مع كل الاحتيال، كل الاحتيال واللف والدوران وساعدتهم بريطانيا ما كانتش اليهود الوكالة اليهودية مشترية اكثر من 6% من ارض فلسطين عبر عشرات السنين ابتداء من قبل 1882، من قبل 1882 لحد 1948 ما كانوش يمتلكوا اكثر من 6%. والان اللي بيضخموا المسألة اليهود اذا بيشتروا دونهم قاعدين بيصادروا 500 وبيصادروا حوله 1000، ما يحاولوش الناس يوهمونا انه اليهود مشتريين. وبعدين لعلمكم اصلا حتى بالقانون الدولي لما بتكون الاراضي محتلة البيع باطل. ليش يقال انه اليهود والله مشتريين؟ ايش كل هذا البيع اصلا في حد ذاته قانونيا اذا بدنا نقول قانون دولي وبالقانون الاردني اصلا باطل البيع، ارض محتلة. لكن حسين الان بده يعمل غطاء ويجعل الاشياء لها قانونية وعن طريق برلمان خائن. وهم لازم ياخذوا اسماء، لازم تنعرف اسماء اللي في البرلمان وصوتوا على هذا القانون. هؤلاء الخونة لازم ينعرفوا للشعب. انا مستغرب ليش مش موزعة اسماء اعضاء البرلمان الاردني اللي صوتوا على هذا القانون بالايجاب حتى الشعب يعرفهم مين هم هذول الخونة اللي باعوا بدهم يبيعوا كمان الضفة الشرقية. مين اللي بدهم يبيعوا الضفة الشرقية؟ شو اسماءهم هذول اللي صوتوا لصالح قانون بيع الارض لليهود؟ تعرفوا ليش وقتها سلم الضفة الشرقية والغربية والخطورة؟ انا اللي خايف انه الان بيشتغل على الضفة الشرقية ونكتشف بعد 10 و15 سنة و20 سنة انه ما عادتش القضية قضية فلسطين، صارت قضية شرق الاردن، وموازين القوى اذا بدها تظلها لصالح اسرائيل بكرة بتقول اسرائيل يا عمي هاي اراضية، والقانون الاسرائيلي قال بقول انه اي ارض بيمتلكها يهودي يجب ان تكون تحت السيادة اليهودية.
انه يصير في عقيدة الناس من الان ما فيش مجال لحل سلمي مع اليهود. لازم الناس تفكر بطريقة ثانية، وإلا تحت اشي اسمه سلام ما بتشوفوا الا بتلعتكم اسرائيل، ومش راح تكتفي بالضفة الغربية ولا غيرها. فيش الا حل واحد، والحل الواحد اذا كان هذا الحل بيكون في ضمير الامة وتتربى الناس عليه، ثقوا تماما اسرائيل لن تبقى. اخطر شيء في السلام انه اسرائيل تقفز خارج. لما ما كانش في سلام كانت اسرائيل محاصرة، بس الان عيوننا الان وقلوبنا صارت على شرق الاردن. شفتوا السلام محلا؟ للي كانوا زينوا لكم السلام، شفتوا السلام محلا؟ بدل ما كان همنا اراضي محتلة هون، صار همنا الان شرق الاردن. بكرة بصير همنا اراضي مكة والمدينة، وهمنا العراق. طالما هالجواسيس موجودة، طالما الجواسيس موجودة وبتلعبوا في الناس. على كل إن هو صراع لابد من توعية الأمة. وفي النهاية شوفوا برضو ما تكونوش يأسين، خليني أعطيكم فكرة. في سوريا برضو الجيش السوري لم يكن مستعد، ونتيجة عدم استعداد قال الجيش السوري أفضل فرق العسكرية اللي كانت في الجولان تم سحبها ولم تقاتل حفظا لها، يعني زي ما صار مع الشيشان بالضبط. طب الشيشان اللي عدد سكانها قد الضفة الغربية، او اكثر شوي، مش هيك؟ هذول الناس قاتلتهم دولة عظمى. وشوفوا اكم مرة قديش قعدت لا قدرت تدخل العاصمة، واكم مرة طلعت من العاصمة ودخلتها، والان لهم حاكم مستقل تقريبا. احنا جيوش عربية كانت متبجحة، قال خلال ساعات بتكون مروحة كلها على الجبهات كلها. شو هالصدفة هاي؟ طب والله خليكم زي الشيشان وروسيا، يعني موازين القوى، خليكم بموازين القوى زي الشيشان. طب ممتاز، قدموا دماء، اعطونا كشف القتلى مشان نشوف قديش يعني دفعتوا عنها البلاد. احنا بنسمع في معارك ما شاء الله عنها العراق وهي تقاتل ايران في معركة واحدة كنت تسمع 10 و20 و30 و40 و50 ألف قتيل. اللي انقتلوا في مصر ماتوا اكثرهم في الصحراء وهم هاربين. لا لا لا، انا بدي هم صامدين، مش اللي انقتلوا وهم هاربين. وهم صامدين قديش؟ لايش هذه الجيوش؟ هذه الجيوش فقط موجودة لقمع الشعوب، لانهم جواسيس. وما لم نرسخ في اذهان الناس ان هذول جواسيس، منظلنا نخدع وخديعة، وكمان وراء خديعة. مصر قال كانوا متأكدين انها بتهاجمش اسرائيل، ولما دخلنا الكويت قال يعني السفيرة الامريكية قالت بهمش تدخلوا. شو هذا؟ هو منظل كمان نخدع بهالطريقة. والمهم السذج اللي بظلهم دائما يبرروا للقيادات. طب ما هي قيادات ما اختارتها الأمة ومتسلطة على رقاب الأمة، وشبهات الجاسوسية قوية، ومدافع عنهم ليش؟ طيب شوفوا، قبل 67 مصر كانت تذبح الإسلاميين، وإعدامات في 66 كانت قمة الليل، وفي الليلة واحدة 17 ألف. هذا أنا سامعها وأنا صغير على لسان رئيس الدولة بيقول اعتقلت الليلة 17 ألف. والشعوب تصفق. كانوا يتسلطوا على رقابنا باسم تحرير فلسطين، يتسلطوا على رقابنا لانه في حرب مع اسرائيل جاي. عارفين اليوم بتسلطوا على رقابنا ايش؟ باسم السلام. في الاول بتسلطوا على رقابنا لانهم بدهم يحرروا فلسطين، واستنوا شوية عبين ما نقوى والجماعة بمرنوا عضلاتهم، وما بصيرش حدا يكون ضدهم. الدكتاتورية لازم تكون هي مشان يحرروا. فكانوا الدكتاتوريات مبررها ايش؟ التحرير والحرب. هلكيت الدكتاتوريات شو مبررها؟ السلام، ضد اعداء السلام، لازم يقمعوا الشعوب لانها بدهاش سلام. هناك
لازم يقمعوا الشعوب مشان نعرف نحارب. كأنه اللي بيقمع شعبه بيعرف يحارب. اللي بيقمع شعبه كأنه بيعرف يحارب. والآن في السلام برضو السلام بيقمعوا الشعوب باسم السلام. جواسيس. هذا اللي لازم تنعرف. والناس تحسب حسابات على هذا الأساس. أنا متأكد من الخلاص. أنا شخصيا متأكد من الخلاص. وهذه الجواسيس أمارات الخلاص. لكن الله سبحانه وتعالى يبتليكم حتى تعرفوا الحق. شو الحق؟ أما الخلاص قادم هذا متأكد منه. بس برضو ما يكونوش الناس أغبياء ويفهموا الحقيقة. الآن أعطيكم برضو مش بمصر. خذوا سوريا. مجلة جيش الشعب. شوف الأسماء. مجلة جيش الشعب. والجيش مين؟ جيش الشعب. هو جيش للشعب بس يعني. السورية عارفين شو نشرت تقول في بعض صفحاتها؟ قالت انه الله مات واصبح في المتحف. الله ميت ومحطوط في المتحف انتهى. وانه الاشتراكية العلمية هي اللي بدها تحرر واللي بدها تجعل الناس يتقدموا. وا هذا قبل 67 بشوي. بيمنوا الناس بايش؟ بالتحرير وبمستقبل واعد. مات الله وحطوه في المتحف التافهين. وفي اول رصاصة طلعوا حدا، ما في حدا في الجولان. شفتوا الكلاب؟ في اول رصاصة فيش حدا في الجولان. تتبجحوا على الله ولكم دبروا حالكم مع البشر بعدين بنيجي على قضية الله. تعرفوا لو انتصروا هذول الناس؟ هذول لو انتصروا شو بيعملوا في البشر؟ شو بيعملوا في بيعود فرعون واكثر من فرعون. اذا كانوا هم منهزمين في سوريا وفي الاردن وفي مصر وهم منهزمين وابطال هزائم والله اكبر ما حدا بتسمع وفراعنة وما شاء الله. هذول هم منهزمين. هذول كيف لو انتصروا هذول؟ انا اتصور لو انتصروا لأبادوا الاسلام ابادة ونفوه من الارض لو انتصروا. لان هم اصلا جواسيس جايين لهالشغلة. وجودهم استمراره من اجل هذا. طيب شوفوا الان. عمركم سمعتوا بمجلة الازهر؟ هذه مجلة الازهر مش مجلة دينية؟ مجلة دينية. وفي الزمانات لما قامت وحدة بين ثلاثية بين مصر، وهذا سبق قلت لكم اياه اظن، في مصر بين مصر معفن مصر والعراق وسوريا. الوحدة الثلاثية اي سنة يا اختيارية؟ 58. لا 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 لا، مش بين سوريا ومصر، هذه فرطت 58. في شو كانت افتتاحية مجلة الازهر الدينية؟ شوفوا شو كتب واحد اسمه شخصية مشهورة كانت في حينها، اسمه احمد حسن الزيات، شخصية مشهورة في مصر. عارفين شو قال؟ هذه الوحدة اللي قامت الوحدة الثلاثية اقوى من الوحدة التي انشأها محمد. ليش؟ شوفوا مجلة دينية كمان، مجلة دينية الازهر اللي بعدها بتصدر هاي. ها؟ احمد حسن الزيات قال اقوى من الوحدة التي انشأها محمد. ليش؟ قال لانه الوحدة اللي انشأها محمد وحدة عقائدية، وعقائد الناس بتختلف. اما هاي وحدة مصالح اشتراكية، وحدة مصالح، وحدة بطون. ها؟ طيب قال وهي اقوى واخلد من الوحدة التي انشأها صلاح الدين. ليش؟ قال لانه صلاح الدين وحدته عسكرية كانت، عسكرية. هاي وحدة مصالح. طيب انطبع العدد، انطبع العدد في مصر، وبدو يروح في الطيارة على وين؟ على العراق وسوريا. قبل ما يوصل المطار اظن كانت فارطة الوحدة. دورت على العدد الثاني خصيصا بعدين، يعني في الثمانينات دورت على العدد اللي بعده بدي اشوف وحدة بدومش عدد. بدومش عدد مجلة اللي اخلد من الوحدة اللي انشأها محمد، واخلد من وحدة صلاح الدين، امتن واخلد وبدومش عدد واحد.
بدهم مش عدد واحد. شفتوا شو هم اللي كانوا يقودونه ولعيش موجودين؟ شفتوا لعيش موجودين؟ طب ما لك ومال محمد وصلاح الدين صلى الله عليه وسلم؟ شو ما لك ومال محمد؟ كان ولك انت لو بدك خير شو بتقول؟ بتقول هذه الوحدة على خطى محمد، مشان الناس يعني، هذه الوحدة على خطى صلاح الدين. اما لا، ما هم موجودين غير هيك، وفي من فراخهم، في من فراخهم على فكرة موجودين لحد الان، من فراخهم فراخ احمد حسن الزيات وما شابه ذلك موجودين لحد الان، ولا يزالوا بيحكموا هنا وهنا. فكرتوا في احتلال فلسطين، وسبق احتلها يعني قبلكم الصليبيين، وانهزموا، انهزموا الصليبيين وخرجوا منها. والصليبيين طبعا كانوا في حالة ما كانوش في مش ضعاف وقتها، كيف بتأمنوا المستقبل؟ بقول هون اخونا انه وقتها بن غوريون مجاوب قال لم يحتل الصليبيون مدينة ايلات. شو يعني مدينة ايلات تجعلهم يصمدوا يعني في ال، واذا سكرها، واذا سكرتها مصر في التيران وشرم الشيخ؟ المباح، اذا سافر انسان سفر مباح، مباح بتكون صلاة الجمعة بالنسبة له مش فريضة. اذا سافر الانسان سفر مباح بتكون صلاة الجمعة مش فريضة على المسافر، مباح يعني مش سافر. بجوز ناس مسافرين مشان يسركوا، هذا سفر حرام مش هيك؟ احنا بنقول اذا كان السفر مباح فصلاة الجمعة وقتها لا تكون، لا تكون مفروضة. هذه الوصية اللي بفيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الوصية من المدينة المنورة من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخره. هاي بذكر كنا نقراها واحنا صغار، بس زمان بقاش في تصوير، كانوا ينسخوها الناس، بقى تتكلف زمان اكثر، انسخ ولا تنسخ. المهم وطبعا في الاخير مشان يعني اذكياء اللي عاملينها، لاحظوا إلها 20-30-40 سنة أو أكثر على فكرة. هاي الورقة بتدور، شو اللي بخليها تدور؟ على ما يبدو اللي فيها إذا ما بتنسخها بصير لك وبصير لكش. أنا طول عمري على فكرة وأنا أمزعها وصحتي كانت كل مرة تتحسن. باز ابن باز مفتي السعودية، بذكر قرأت له كتيب صغير، كتيب حول هاي الوصية، يبدو انهم ادركوا انه هاي الوصية ممتدة يعني، خصوصا الناس بتخافوا يقول لك وانا مالي، انا بنسخ وبقيم عن ظهري، انا بنسخ وبقيم عن ظهري، ناسي انه بكون نسخ ايش؟ انه روج الباطل. احنا في الشريعة الاسلامية لا نقبل الكذب من اجل ترويج الحق، من اجل انك تروج الحق تكذب لا يجوز شرعا. ولذلك زمان القصاصين اللي كانوا يقعدوا في المساجد ويقصوا عن الناس، لما العلماء كانوا يقولون لهم انتم بتكذبوا على رسول الله، بتجيبوا قصص وبتقولوا عن رسول الله، فمن جهلهم شو كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا احنا مش بنكذب عليه، احنا بنكذب له، نكذب له مش بنكذب عليه. الاسلام لا يحتاج الى كذب حتى ننشره بين الناس، فبالتالي لا يجوز شرعا تصويرها وتوزيعها، بل الواجب الشرعي تمزيقها. الآن ابن باز أصدر فيها كتيب، ابن باز أصدر فيها كتيب بيقول فيها من ضمن، طبعا بيحرم تداولها وبيحرم كتابتها أو نشرها، وبيقول إنه أصلا ما فيش واحد كان اسمه الشيخ أحمد موجود في الحرم المكي وحامل المفاتيح، ما فيش يعني من اصله، واللي بتكلم ابن البلد يعني نظره قال وين مين هالشيخ احمد هذا اللي عندنا اللي شايف الرسول حامل مفاتيح الكعبه؟ هاتوا السجلات، في الشيخ احمد اثرته؟ ما في، واضح. فما بجوزش اطلاقا انه نتداول هذه المساله. طيب الماسونيه والروتري
سبق قلنا لكم انه الماسونية باختصار عبارة عن تنظيمات سرية صهيونية في حقيقتها تقصد ان تكون اسرائيل توجد اسرائيل ويبنى الهيكل وان يصبح هناك سيطرة يهودية على العالم. الماسونية هاي الها واجهات، من ضمن هذه الواجهات الروتري واللايونز، نوادي الروتري. طب ليش الحديث عن نوادي الروتري الان يا محترمين؟ بدأ في رام الله ينوجد نادي للروتري وبوجه دعوات بكل وقاحة، بدعو الناس إلو. الان في اعضاء ممكن يكونوا مش عارفين شو الطبخة وبيعرفوش ايش الروتري. الغريب انه اسرائيل الها محتلة 30 سنة عنا، اشمعنا الان ردت رجعتنا الروتري؟ يبدو في المكان اللي اليهود فيه يكونوا موجودين كأنه ما فيش داعي للروتري ولا لليونز لانه موجودين، لكن في المحل اللي هم مش موجودين فيه كسلطة اليهود بتبدأ هذه الواجهات مثل الماسونية اللي من واجهاتها الروتري واللايونز، والان موجود في رام الله على فكرة الروتري. وانا بحب انه بعض الاخوان اللي بيكون عندهم علم باجتماعات الروتري واصداراتهم يبقوا زودونا بهذه المسائل مشان نعرف الناس. على كل بدي اعطيكم فكرة عن الروتري. اولا الماسونية هي عدوة ابتداء كانت للمسيحية ثم للاسلام، لانه ابتداء عن الماسونية عدوة للمسيحية. ولذلك 1950 الفاتيكان 1950 اصدر فتوى، اذا بصح تعبيرها فتوى، بتحريم الروتري، نوادي الروتري، والفاتيكان هاجمها، لانه الفاتيكان بيعرف. على فكرة في ايطاليا الماسونية تعتبر جريمة، في ايطاليا الكاثوليكية الماسونية بتعتبر جريمة، لانه اكثر من يدعم الماسونية هم البروتستانت الصهاينة. وسبق قلنا انه الصهيونية في منها صهيونية يهودية وصهيونية مسيحية. اما الكاثوليك والارثوذكس فهم على نقيض الماسونية، لانه اصلا الماسونية موجودة كانت لاجتثاث المسيحية ابتداء. فلذلك في بلد زي ايطاليا بيعتبر الماسونية جريمة. وسنة 1950 الفاتيكان اصدر ضد الروتري بالذات، نوادي الروتري اصدر فتاوى الفاتيكان ضد الروتري. اما في بلادنا هنا في فتاوى صدرت من علماء بتحريم الانتماء وكشف حقيقة هذه النوادي الروتري واللايونز، وموجود عندنا الان في رام الله روتري. من اللي افتوا؟ الشيخ الشعراوي بحرمتها، والاستاذ القرضاوي، والشيخ محمد الغزالي، افتوا بحرمة الانتماء لهذه النوادي. اما المجامع الفقهية الاسلامية فسنة 1977 مجمع فقهي اجتمع في مكة اصدر فتوى بحق الماسونية والنوادي اللي بتنبثق عنها، وكان من ضمن الفتوى قضيتين بلفتوا الانتباه، انه اعتبرت الماسونية اخطر دعوة هدامة موجودة. هذا في قرار المجمع الفقهي المنعقد بمكة 1977، انه الماسونية اخطر دعوة هدامة موجودة الماسونية. اثنين، قالت الفتوى، فتوى المجمع، بكفر كل من ينتمي الى الماسونية طبعا او ما ينبثق عنها زي النوادي، بكفر من ينتمي الى الماسونية وهو يعلم حقيقتها. بكفر من ينتمي الى الماسونية وهو يعلم حقيقتها. وبالتالي اللي يعرف، الناس اللي الان بيسألوا عن الروتري كواجهة للماسونية معناته يحكم بكفر من ينتمي اليها اذا كان بيعرف حقيقتها، يعني بعد ما يتنور بحقيقة هذه التنظيمات اليهودية. الان هذه التنظيمات على فكرة لاول وهلة بتبدو للناس بانها خير، قال وبتفرقش بين الاديان، وبعدين ايش الدعوة للتسامح؟ انتوا عارفين تكتشفوا في النهاية تسامح ايش؟ يا شعب فلسطيني
لازم تكون متسامح مع اليهود. يعني شو متسامحين مع اليهود؟ يعني اليهود يأكلوا البلاد ويضطهدوا العباد، شو احنا واجبنا؟ التسامح. طبعا مش هم شعب الله المختار، مش هو احنا الله خالقنا عندهم مشان نخدمهم، مش هم اللي قالوا في التلمود خلق الله غير الناس. غير الناس مين يعني؟ يعني غير اليهود. في التلمود عندهم اكثر بكتاب مقدس، مقدس اكثر من التوراة. خلق الله غير الناس على صورة الناس، يعني بنشبه اليهود احنا. قال لتسهل الخدمة، لتسهل الخدمة. فلما يجوا ايش معنى اليوم الكلام على قضية التسامح مع اليهود واللقاءات عرب يهود؟ ليش يا اخوي اخذنا حقوقنا نحن؟ ارتفع اضطهاد اليهود إلنا. ليش مين بيجيب بيرس ونتنياهو؟ مين اللي جاب رابين وشامير غير الشعب اليهودي؟ واضح من الانتخابات انه الشعب اليهودي يريد ان يستمر في طغيانه. كل دول العالم ممكن تقول انت الشعوب مسكينة والحكومات ضالة، لكن هذا بالذات هذا الشعب الضال، هذا الشعب الضال، الشعب اللص اللي بيعرف انه هو وين قاعد. وبالتالي ما يعني تصوروا انهم بخطرش في بالهم انهم اضطهدوا شعوب اخرى، هؤلاء الوقحين بخطرش في بالهم وانهم لا يزالوا يضطهدوا، ما بيحاولوش يعتذروا عن جرائمهم ضد العرب وضد الفلسطينيين، بيحاولوش يعتذروا. ومش بس هيك، وقاحتهم بيستمروا كمان باضطهاد الناس. وقال لازم يصير تسامح. مين اللي يتسامح يا اخوي؟ طب ما يتفضلوا اليهود يعلمونا التسامح، يتفضلوا هم يعلمونا التسامح، يقولوا والله يا جماعة ظلمناكم احنا ومنكم السماح، شو بتريدوا احنا جاهزين. والعرب دير بكم كرمة، منيح ما بقولوها اليهود، منيح ما بقولوها، ما احنا كرمة. الله اكبر. هل الاحزاب في الاسلام حرام؟ لا، الاحزاب المحرمة في الاسلام اللي دساتيرها بتكون مخالفة للاسلام. اذا هل الاسلام بحز؟ هو على فكرة ليش قاعدين في ناس بيقولوا الاحزاب ومش احزاب؟ عارفين ليش؟ اصلا الشعوب لا قيمة لها الا لما بيكونوا فيها ناس منظمين بتبنوا مصالحها. لذلك غالبا اعداء الامة بيضربوا ايش؟ بيضربوا الجماعات المنظمة. ليش بيضربوا الجماعات المنظمة؟ مشان الشعب يظل اغنام، يعني بدهم بيضربوا قيادات الشعوب. هلقيت في العالم كله، في العالم كله بيعرف احزاب وتنظيمات؟ في بلد في العالم فيهوش احزاب؟ في العالم كله في بلد في العالم ما فيهوش احزاب؟ شو مهمة الاحزاب في البلاد العالم المختلفة؟ مش مهمتها انها ترعى مصالح شعوبها؟ مش هيك؟ الا عنا بصيروا يقولوا لك شو حكم الاحزاب؟ يعني احنا لازم نصير غنم؟ ما فيش يعني ناس منظمة اللي تقوم وتوعي الناس فحكم الاسلام في الاحزاب على ضوء اهداف الاحزاب ومبادئها. فاذا مبادئ هذه الاحزاب مخالفة للاسلام فحكم الاسلام واضح فيها. اذا اهداف الاحزاب مخالفة للاسلام واضح، اذا وسائل الاحزاب مخالفة للاسلام برضو واضح. اذا كيف بنحكم على حزب؟ على ضوء مبادئه واهدافه ووسائله. فاذا مبادئه واهدافه مخالفة للاسلام بيكون الاسلام برفضه. موافقة للاسلام ليش بده يرفضه؟ ناس منظمين وبقوموا بالواجب. انا مقابله للمهدي المنتظر، وانك عارف اسمه. طيب قبل طيب ماشي. شوفوا انا شخصيا من خلال دراستي لأحاديث المهدي وتقصيتها ودرست عدة كتب في المهدي، وحديث المهدي اللي تقريبا بتيجي 50 حديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الصحيح وفيها الضعيف. انا عندي اعتقاد انه المهدي مطول، مش هذا وقت المهدي. المهدي يمثل قمة الصعود الاسلامي،
ويأتي بعد موت خليفة. فالإسلام زوال إسرائيل ما له علاقة بالمهدي، تزول إسرائيل وتقوم خلافات إسلامية خليفة أو أكثر حسب الموقع، مش هيك؟ الآن ولكن أنا شخصيا أشعر أنه المهدي مطول، لكن يتوج حكم الإسلام في العالم. أنتوا الآن بتعيشوا في اعتقادي من خلال دراستي لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، إحنا منعيش مرحلة النهوض في بناء حضارة إسلامية طويلة الأمد. أنتوا الآن على فكرة بتصعدوا مش ممكن تنزلوا، كل اللي بيفسدوا هذول الفئران اللي بتفسد في بلادنا، الفئران هاي مش راح تأثر إطلاقا، مش معناته ما نقاومهاش. الواحد بيقاوم الفئران صح، ممكن الواحد مطمئن انه الفار مش راح يعمل اشي، بس بتقدر تصبر انت على وجود الفار الا يعني غلس عليك. فالاسلام صاعد لا محالة، وستقوم كيانات اسلامية وستقوم خلافة بغض النظر عن الاسم، المهم الجوهر مش الاسم. ها لكن قمة هذا الصعود المهدي، قمة الصعود، ويحل الاشكال مع الغرب، ويعجز عن حل الاشكال مع الشرق، وتقترب القيامة. اذا هو من علامات القيامة المهدي، ويحل الاشكال مع الغرب، ولكن في اخر زمانه بيعجز عن التعامل مع التحدي الجاي من الشرق. منذ وجد الاسلام الى مجيء المهدي، الشرق بظله في الغالب هادئ بالنسبة للمسلمين، ولذلك التتار لما هاجموا بلادنا ودمروا قاموا حطوا اسلموا في النهاية، اسلموا اقاموا الامبراطورية المغولية الاسلامية اللي استمرت قرون اخرها ل1700 وكذا في الهند. ففيش اشكال اذا بتلاحظوا عبر تاريخنا من الشرق معظمه مع اهل الكتاب والغرب. المهدي بيحل الاشكال مع اهل الكتاب وبدخل روما، وعنده يعني يبدو انه في اخر وفاة المهدي يعني بتوفى بيصير في التحديات او قبل اخر سنين حياته تبدأ التحديات من الشرق، ثم تبدأ معالم القيامة. فالمهدي مش انما في ناس يبدو ما فهموش علي في شغلة ثانية ما لها علاقة بالمهدي، صاروا يقولوا انه المهدي، لانهم خلطوا بين تحرير فلسطين والمهدي. المهدي في زمنه بتكون فلسطين محررة قبله، ولذلك عرى انه ما بيظهر المهدي حتى تتحرر فلسطين، ما بيظهر حتى تتحرر فلسطين، مش هو اللي بيحررها. اذا بدنا ندقق في الاحاديث، طيب الان الترابي بيقولوا انه الترابي اجاز زواج المسلمة من النصراني او اليهودي. الان بديش اقول ان الترابي اجاز ولا ما اجازش، اجمعت الامة منذ عرف الصحابة الى يومنا هذا انه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج غير مسلم، فهذه بدهيات. فاتصور قالها الترابي ولا ما قالهاش، هذا كلام اليوم كثير صار فيه افتراءات في الصحف وبنسبوا كلام احيانا ملوش معنى. على اي حال في اجماع منذ وجد الإسلام إلى عصرنا هذا أنه لا يجوز لمسلمة أن تتزوج من غير مسلم طاهر. إذا هو أسلم خلاص، لأنه لعلمك كثير من المسلمين اللي بخطبوا قاعدين بيننا هو لو أنك تهزه شوي بتلاقيه برضه مش مسلم، يوقفت على البريطاني ليش ما شاء الله عنهم، يعني كثير اللي متجوزين هذول يعني دينهم ما في منهم بسب الله كمان وبسبه كمان. يجوز لي ان ابيع ارض للنصارى؟ شوفوا هو اصلا انا ما ارى انه القضية قضية تبيع لنصراني ولا ما تبيعش، مش هذه القضية. فيش نص في القرآن او السنة بيع ارض لمجوسي او نصراني او هندوسي او بوذي، انما ما حصل في فلسطين انها حرب، وشراءهم للاراضي جزء من ايش؟ من حرب. فشراءهم للاراضي جزء من حرب،
اصبح مشتري الاراضي يستحق القتل، اللي بيبيع الاراضي قصدي صار بيستحق القتل اللي بيبيع لليهود. ليش؟ لانها معركه، لانها معركه وجود، فتبيع ارضك صار. لكن طول عمرنا احنا بنبيع النصارى في بلادنا هون، وبيبيعونا وبنبيعهم لانه احنا مش شاعرين انه في حرب. لكن اذا صار حرب، اذا صارت القضيه قضيه مصير، بصير الحكم الشرعي هو. يعني القضيه مش قضيه يهودي ولا نصراني ولا بوذي، خصوصيه الوضع اللي قائم الان في فلسطين شو هو؟ حرب. وانت بدك تبيع العدو. من هنا البيع اللي بيبيع للعدو بيكون موالي لهم ويستحل دمه، مش هيك؟ لكن النصراني اذا كانوا النصراني في الدولة الإسلامية كان يكون موجود نصراني في الدولة الإسلامية، في الدولة العباسية والأموية، وكانوا يشتروا ويبيعوا. ليش الخلفاء بكوش يقولوا لا؟ كانوا يشتروا ويبيعوا. طب أنا بوريكم نصوص، نصوص عند المسلمين بيقولوا الله أكبر. صار الواحد فينا إذا بده يقضي حاجة ما إلا يرضى عنه اليهودي الفلاني. يعني يمتلكوا كانوا وعقارات وبيوت وقصور مع وجود الدولة الإسلامية. فيش اشكال طالما القضية، طالما بنتمي للدولة وبحمل تابعيتها ومخلص إلها. لكن موضوعنا مع اليهود موضوع عدو، فاختلفت القضية. طيب قديش بقي ولا خلاص؟ ها؟ انتهى؟ طيب انتهى.